السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن نجار من قناة حقق حلمك. النهاردة إن شاء الله معانا إثبات السحب الثاني من موقع أتلانت فن. هندخل ونشوف هنعمل إثبات السحب إزاي وناخد جولة سريعة في الموقع. انتظروني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم تاني، اهلا بكم. ندخل نشوف الموقع بتاعنا النهارده، موقع اتلانت فن. الموقع كنا عملنا منه اثبات سحب قبل كده، والنهارده اثبات السحب التاني من الموقع. طبعا احنا قلنا ان التسجيل في الموقع عباره عن رقم الباير بس، هو اللي بنحطه هنا وبندوس تسجيل دخول للحساب او التسجيل في الموقع، الاثنين برقم الباير بس. الموقع طبعا بيدينا 10 روبل وبيدينا سرعة علشان نشتغل بيها، وده ال10 روبل بتدينا حوالي 1.5 روبل في اليوم، ده بدون اي استثمار منك. بس لو حبيت ان انت تسحب طبعا من الرصيد ده، مش هيرضى يسحب الا اذا حضرتك عملت ايداع ب10 روبل، وطبعا عشان تكبر الربح اليومي بتاعك من 1.5 روبل لازم تعمل ايداع في الموقع علشان تكبر الايداع بتاعك اليومي. النهاردة كان الموسم الثاني للموقع، بدأ موسم جديد والنهاردة اول يوم ليه، ان شاء الله يكون خير على الجميع. هنبتدي دلوقتي نسجل دخول للموقع برقم الباير زي ما قلنا. هنبتدي نضغط هنا، هيبتدي يفتح معانا الواجهة الرئيسية دي زي ما انت شايف كده. طبعا احنا قلنا قبل كده اي حد حابب انه يستثمر هيستثمر على مسؤوليته الشخصية. انا مستثمر بحوالي 50 روبل، ادي 10 العلاوة زائد 10 اللي انا دفعتها الاول، ودي 40، يبقى كده ب60 بالعشرة بتاعت الموقع اللي هو مدهاني علاوة. انا بسحب في اليوم 9 روبل، ده الدخل بتاعي اليومي. لو حضرتك حابب تعمل استثمار بتيجي هنا وبتضغط على الباير، بعد كده بتاخد رقم الباير ده نسخ، وبتروح على الباير تعمل ارسال بالمبلغ اللي انت حابب تعمل له ارسال بيه. بعد كده بتجيب الاي دي او المعروف وبتحطه هنا وتدوس هنا ان انت دفعت، لقد دفعت. بعد كده الموقع هيتحقق وهيجي لك يافطة هنا بالاخضر ويقول لك انت دفعت كام. هتعمل ريفرش للصفحة هتلاقي الرقم بتاعك ده اتغير وبقى الرقم على حسب الايداع بتاعك. انا معايا دلوقتي 62 روبل، هنروح على الباير علشان نشوف انا اخر حاجة ايه. اخر حاجة روبل اهيت، هنعمل ريفرش كده مع بعض. اخر حاجة روبل، نرجع تاني على الموقع هنا وهندوس هنا رصيد العرض اللي هو سحب الاموال. كده بيقول لي بالفعل ان هو دفع زي ما انت شايف. لو نزلنا تحت هنا لسه ما نزلتش، هو كده بيقول لي دفع. هنعمل ريفرش كده مع بعض. انا مصفرها هنا هيت عشان الموسم التاني حذف كل حاجة من الموقع. كده بدأ العداد يعد من الاول تاني اهوت، ونزلت هنا اهيت 62.47 روبل. دي السحوبات بتاعتي النهاردة. هنرجع على الباير تاني، اخر حاجة روبل اهيت، هنعمل ريفرش كده مع بعض. بالفعل يا جماعة اهيت 62.47 روبل. ولو دخلنا هنا على الاثبات هتلاقي ادي اسم الموقع اتلانت فن، وادي 62.47 روبل، 62.47 روبل زي ما انتم شايفين من الموقع بتاعنا النهاردة. ده الموقع بتاعنا النهاردة. وعندنا هنا حاجة تانية هنشوفها دلوقتي مع بعض اللي هي العلاوة. هنبتدي نعرف كده الصفحة. العلاوة دي بتدخل عليها هنا
وبتبتدي ان انت تاخدها كل يوم. انا لسه واخدها من شوية. بتبتدي تضغط هنا على المربع الازرق اللي هنا، بيديك انت اخدت النهاردة ايه من المكافآت. هنرجع تاني على الصفحة الرئيسية. يا ريت لو الموقع ده عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.